أحسن الله إليكم. المستمع ألف باء يسأل عن القنوت في النوازل ومعنى النوازل العامة، يقول: حيث إن بعض طلبة العلم ذكر لي أن النوازل العامة لا يشترط فيها أن تعم كل مسلم في الأرض، وإنما النوازل الخاصة هي ما يقع في المسلم أو في خاصة أبيه أو أخيه ونحو ذلك. يبدو لي أن المقصود بالنوازل ما يحصل بالمسلمين، ما يحصل في المسلمين عموما أو بعض المسلمين في بعض الجهات، من مضايقة من الكفار أو تسلط من الكفار أو مداهمة الكفار للمسلمين، فهنا يشرع القنوت في الفرائض، الدعاء لهم بأن خلصهم الله مما وقع فيهم، أو القنوت بالدعاء على أعدائهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قنت في صلاة الفجر يدعو لقوم من المستضعفين بمكة من المسلمين أن يخلصهم الله من أيدي الكفار، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من المشركين آذوا المسلمين واضطهدوهم. فإذا حصل مثل هذا فإنه يستحب القنوت للمسلمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون ذلك بأمر الإمام أو نائب الإمام، فإذا أمر ولي الأمر أو نائب ولي الأمر بالقنوت في المساجد فإنه يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوازل الخاصة بالأشخاص هذه لا يشرع لها القنوت، لأنه لم يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن القرون المفضلة ولا عن بل لم يذكر هذا عن عموم قرون المسلمين، لأن النوازل الخاصة ما تزال تقع بالأشخاص نوازل، ولا ذكر أنهم كانوا يقنتون من أجل ذلك. نعم.